رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتمال والتوزيعات الاحتمالية، متابعة في الفصل الثالث، الدرس عنوانه الاحتمال والتوزيعات الاحتمالية. ما هو الاحتمال؟ لو سألنا ايه هو الاحتمال، الاحتمال هو النسبة التي تقيس فرصة وقوع حادثة معينة. النسبة التي تقيس فرصة وقوع حادثة معينة. طيب لو حبينا ناخذ كلمة النسبة، يعني لو قلنا احتمال الحادثة بي رمز الاحتمال، الحادثة المطلوبة يساوي عدد النواتج في الحادثة على عدد النواتج الممكنة. كلمة عدد النواتج الممكنة سمعناها قبل كده، اللي هي فضاء العينة، عدد عناصر فضاء العينة. تمام. أي حادثة بتكون وقوعها هو نجاح، عدم وقوعها هو فشل. فيقسم الاحتمال إلى نجاح وفشل، بيرمز للنجاح بإس والفشل بإف. ولما نقول احتمال النجاح يبقى نقول بي إس سوى عدد عناصر النجاح على مجموع النجاح مع الفشل، كما هو موضح بالمفهوم اللي أمامي. بي إف وبي إس تساوي بي إف تساوي إف، اللي هي عدد مرات النجاح الفشل، إف على مجموع عدد مرات النجاح والفشل اللي هو التجربة كلها. كذلك النجاح بي إس تساوي إس على إف زائد إس. لما يكون الحادثة اللي عندي التي تمت حادثة بسيطة، زي على سبيل المثال نذكركم بس، احتمال ظهور عدد زوجي في إلقاء مكعب مرقم من 1 إلى 6. هنا في هذه الحالة عدد عناصر النجاح اللي هو الزوج اللي هم 2 و4 و6، عددهم 3 على المجموع الأعداد كلها اللي هم 6 من 1 إلى 6، يعطيني الاحتمال في هذه الحالة نصف. أما إذا كان الحادثة أرقام أكبر وعمليات أكبر، فهذه الحالة بنستخدم التباديل والتوافيق. التباديل والتوافيق خدنا عنها فكرة سابقة، ما هي التباديل وما هي التوافيق. متى استخدم التباديل ومتى استخدم التوافيق؟ تستخدم التوافيق عندما لا يوجد ترتيب. أما إذا كان هناك ترتيب فنستخدم التباديل. طيب خلينا ناخذ مثال رقم 1، بيقول كذا: رشحت مدرسة 12 طالبا من الصف الثاني الثانوي و16 طالب من الصف الأول للتنافس على 6 جوائز نظرا لتفوقهم الدراسي. إذا تمت مقابلة المرشحين واختير 6 منهم بشكل عشوائي، فما احتمال أن يفوز 3 طلاب من الصف الأول و3 من الصف الثاني؟ في هذه الحالة لم يحدد ترتيب، عايز 3 يسمي 3،
التلاتة من سنة أولى، التلاتة كمان التانيين من سنة تانية، دي الحادثة. أما النواتج الممكنة جميعها، إن أنا هختار 6 من المجموع لعدد الصف الأول والثاني، يبقى في الحالة دي هيكون عندي الاحتمال يساوي النسبة بسط ومقام 12 توفيق 3 ضرب 16 توفيق 3 قسم 28 توفيق 6، ونحسبها التوفيق في الحاسبة اللي هي شيفت قسمة، يعني هنقول كده على الحاسبة بسط ومقام، ونقول 12 توافق 3 ضرب 16 توافق 3 ده في البسط، المقام 28 توافق 6 يعطيني الناتج المطلوب. تعال نشوف التحقق. التحقق اللي معانا رقم 1 بيقول في المثال اللي هو سابق ده، هنغير الأعداد. إذا كان الترشيح للصف من الصف الثاني 3 ومن الصف الأول 11، وهنختار 4 فقط وليس 6، طريقة عشوائية، فما احتمال أن يفوز طالبان من الصف الثاني وطالبان من الصف الأول؟ يبقى خلاص طبيعي. تعلمنا دلوقتي إزاي هنا هنكتب، هنقول ان بي يعني الاحتمال يساوي النسبة بتاعتي هتكون 3 توافيق 2 ضرب 11 توافيق 2 على 14 توافيق 4، هيعطيني النسبة. لو أنا حبيت أحولها إلى نسبة مئوية، بضرب النسبة اللي عندي فين؟ في النسبة المئوية في 100، يطلع لي بالنسبة المئوية لو أنا عايزها، أو بالنسبة عشرية أقربها لأقرب رقم عشريين أو رقم عشري على حسب ما هو موجود عندي. طيب لما نيجي نقول كده، متى نستخدم التباديل؟ هناخد مثال ونشوف ايه اللي حصل. لدى صالح 6 اصدقاء، تبدأ اسمائهم بالحروف A B A و B و C و D و E و F. توقع من كل منهم اتصالا هاتفيا للاتفاق على موعد رحلة ينوون القيام بها، ما احتمال أن يتصل إيه أولا؟ هنا في الحالة دي إيه أولا ثم بي ثانيا، ويتصل كل من دي وإي وإف أخيرا. في الحالة دي في واحد هنا بالنسبة لي ما اتصلش، الحدث ايه اولا بي ثانيا وبعده الثلاثة التانيين اللي عندي. فهنا نحدد عدد الاس النجاح، نقول كده ايه الاول خلاص ده لي طريقة واحدة، ومن ثم ايه اولا وكمان بي ثانيا، وده عدد طرق طريقة واحدة. تمام، ثلاثة التانيين عايز الثلاثة، طبعا مش كلهم هيتصلوا، مستحيل كلهم هيتصلوا في وقت واحد، فعشان كده هيكون تباديل واحد ورا التاني ورا التالت، ممكن ده الاول ده التاني ده التالت على حسب، ولذلك اخترنا التباديل بي ثلاثة، 3 بي 3 يعني 3 تباديل 3.
نيجي نقول كده، طب الحدث كله العدد اللي عندي كام؟ 6. المفروض هيتصلوا 6، ده الحدث كله، يبقى 6 تبديل 6. هنا لما يكون عدد تبديل نفسه يسمى المضروب، أو أقدر أستعيض عنها بالستة مضروب. ده بالنسبة لي عدد الممكن النتائج الممكنة اللي هو المقام. وعندي البسط عبارة عن 1 ضرب ب3 تبديل 3. نحسب هذا الكلام، نضع الحاسبة ونكتب المفروض إن الاحتمال اللي هو ب يساوي 1 ضرب 3 تبديل 3 على كل الإجمالي 6 تبديل 3، أو مضروب 6، أو مضروب 6 هيها، أو دي مضروب بس 3 فوق في البسط. نحسب هذا الكلام، وضع الحاسبة، يعطيني الناتج المطلوب عندي في المثال. يبقى احنا هنا فرقنا بين المثال ده والمثال اللي قبله، وكمان التحقق اللي قبله، ان هنا كان فيه ترتيب، عشان كده اخترنا التباديل. تمام، نيجي للتحقق اللي معانا. والاشتراك صلاح وعبد الله وسليم في سباق 400 متر مع 5 رياضيين آخرين، ما احتمال أن ينهي هؤلاء الثلاثة السباق في المراكز الثلاثة الأولى؟ المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب، واحد أول واحد تاني واحد تالت، وليس بيقول بيفوزوا كده، طالما تحديد يبقى في ترتيب. إذا نستخدم في هذه الحالة، نستخدم التباديل. عندي اختيار التلاتة دول 3 تباديل 3، خلاص ده البسط بالنسبة لي. طب المقام، العدد الإجمالي 8، هيفوز منهم 3، يبقى على 8 تباديل 3، يبقى هنا الاحتمال ب يساوي 3 تبديل 3 على 8 تبديل 3. نحسب هذا الكلام، يطلع لي الاحتمال المطلوب. تمام، هل بعد كده نيجي الجزء الثاني في الدرس، ما هو المتغير العشوائي والتوزيع الاحتمالي؟ يسمى المتغير الذي يؤخذ مجموعة أو يأخذ مجموعة من قيم لها احتمالات معلومة متغيرا عشوائيا، والمتغير العشوائي الذي له عدد محدود من القيم يسمى متغيرا عشوائيا منفصلا. طيب التوزيع الاحتمالي، متى بنقول على التوزيع الاحتمالي؟ والتوزيع الاحتمالي بينقسم لقسمين، توزيع احتمالي منفصل وتوزيع احتمالي متصل. على أساس هذا هنستكمل في المرة القادمة هذا الجزء، وجزاكم الله خيرا، هنستكمل فيما بعد. طيب.